والله ده معدي عيوني بكتني الشاب حنان. ليتس جو ليتس جو اغوزوار. اوكي انا لانه انت عارف المغربي عشان هيك ما بيفهمونا طبعا. لا اذا هيك ماشي كل الشوارع سويسرا. خش بقى ايه والله عيني اللعبه عيني ماشي. ما ديتوكس فود ديتوكس مين فهمتوا قوي. ها كاروتي كاركا الوز بيجي كات. رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم. All the way من المغرب على دبي شيف حنان. شيف نورتينا. شكرا يعني للاستقبال الحلو. مرحبا انا الشيف حنان وداهو من المغرب وانا مختصة بالاكل المغربي التقليدي والغير التقليدي مع تويست. هيدا هيك بس استقبال على الخفيف لانه بدنا نشوف شو محضرتينا. شيف حنان وعشقة للمغرب بس شو حتعملنا شي طبق رمضاني سريع. بس هلا الحلو بعد ما حضرت شي هنحضر مع بعض. مزبوط صح. انا ححضر ايه اكيد. على فكرة التقيت الشيف من فترة ما شاء الله عليه يعني اكل مغربي تقليدي فرشة هالانجريدينز كلها كتير كتار. الحلو بالموضوع انه انا ولا مرة ضيقة. بس الاكل المغربي عامة ولا إيه؟ لا الاكل المغربي بياكل ايه بس اكتر شيء بالاكل المغربي اللي معروف اللي بينبيع مثلا بالمحل الطاجين وكذا وكسكس وهي دولة. بس مش انه شيء تقليدي مثل كأنه واحد عم يعمله بالبيت. لانه قليل ما تلاقي حدا يعمل هيك. صح. فراس لما شاف كل البهارات وكل السبايسز يعني كان سربرايز كمان مفاجئ انه الاكل المغربي فيه كتير بهارات. اول شيء بيجي على بالنا لما بنقول رمضان بالمغرب الحريرة اللي هي شوربة الحريرة. حريرة ما تكون شيء حر فيها السبايسز أه. وفيها العدس وفيها الحمص وفي اللي بيحط لحمة أه. وجبة متكاملة. حلو يعني ما بتعود تاكل شيء. ما احنا اصلا بالمغرب السفرة المغربية الرمضانية غير البلدان العربية. الحريرة اللي هي شوربة رمضان من اساسيات السفرة او الطاولة المغربية الرمضانية. بيكون في شوربة الحريرة اوكي ولان فيها طماطم بيجي معاها حلو اسمه الشباكية زي المشبك. زي المشبك هذا طبعا اللي كله سكر وقطر. سكر ومش قطر. احنا يعني احنا بنغطسه بعسل. اوه يس علشان نكس سر حموضة الطماطم اللي موجودة بالحريرة. لحظة بدي وقفك لتوخزيني شيف. لحظة يعني هلا هيدي سوب حريرة وفيها طماطم طيب وهذا اللي مشبك بنقدمها مع الحلو الشباكية والتمر كمان. يعني انا باكل سوب وباكل شباكية والتمر مع بعض عشان نكسر الحموضة اللي موجودة ليش وقدام فيها حموضة؟ طب ما لحظة ما في توميتو سوب. بس بنحط كمان الحامض. طب بس ما كمان التوميتو بس التوميتو سوب ما هي كلها توميتو وفيها حموضة. بس انت عارف احنا بالمغرب عندنا دايما الميكس بنقول بالفرنساوي سكري سالي يعني الحلو دايما بيكون في بالانس. يعني انا باكل لقمة حريري باكل مشبك. عادة التقاليد تكون الشوربة شباكية تمر حليب وقهوة وبعدين بنرتاح وبعدين بنخش على الجولة الثانية. حلو راوند 1 وراوند 2 وفي راوند 3 بقى. يا حبيب انتوا شايفين كمية المعلومات اللي عم تعطينا اياها كأني رحت على المغرب وجيت بس انا بعدني هون. وفراس مبسوط انه حنعمل الحريرة وهو فاكر انه الحريرة سهلة بس حديله بصلة كده يبرشها لأنه بالمغرب إحنا بنبشر البصل وحنشوف الرياكشن وحنشوف إذا جامد أو لا. سو عنا البصل أنا بحب أبشره أو بس ببلندر. هلأ شو حنعمل؟ حنبشره نبشره. أهلا سيدي يسلم. حتبشره حلو ممكن تعمله هون. أنا حساعدك حتساعدني إيه أوكي حلو والله لا منيح الموضوع. وهون بدك يعني اقطع بعدين هنقطع البقدونس والقزبره. وكمان في شيء مهم انه بنستعمل بس البصل الابيض مو البصل الاحمر. ليش؟ لانه حد الاحمر حد وكمان بيدي لون لونه ما بيطلع حلو. انه ما بنحط الصوص ما بنحط مي بالطواجن اتس سلو كوكينج وبنحط بصل كتير فمية البصل هي مية بالنظر. البصل ايه حلو خي حطها بالخلاط واضربها برمتين بتطلع مبروشه. احنا بنعلم الحريره بس بندي تريكس كمان للطواجن. لا اذا هيك ماشيين شو بنخلص على بكره؟ شو يا فراس ما قدرتي تبشر البصله؟ يعني بصلايا حطها اوكي شو؟ انا قلت لك ما في امشي الا بتعليمات، صرتوا معودين علي، بيعطوني تعليمات بمشي فيها مثل ما هي. قلنا بصل ابيض دائما، الكرفس مهم، القزبره وبقدونس اكيد. طيب هلا انت شو حتعملي؟ انا بصل، انت شو حتعملي؟ يلا انا حفرم الكرفس؟ يلا هات لي كله،
روحي. وكمان بالمغرب في نوعين من الكرفس، في الكرفس العادي بنسميه الكرفس الفرنساوي، وفي الكرفس البلدي اللي بيكون ارفع وبتكون طعمته وبتعيط كمان طعمته قوية. بروش 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 لحتى دمعت عيني. انا عم حاول اطلع فيك حتى ما ابكي، يعني ما بدي العالم تفكر انه دمعت عيني هيك على الفاضي، عرفت كيف؟ سو عندنا الكرفس كمان قلنا القزبرة والبقدونس، الطماطم اكيد اذا ما لقينا هذه البوريه ممكن ناخذ الطماطم كمان بنبشرها بنفس ال نفس الشيء نفس الشيء حلو، او بنعمل لها بلانش وبنفرمها بالبلندر كمان. حلو، عشان هيك انا بقول كل شيء الحريره هي فيها انجريدينتس كتير صراحه، فيها انجريدينتس كتير بس كل بس شيء سهل. ايه سهل، يعني بتجهز كل شيء وبتحطه بالطنجره. والحريره ما سالتني ليش بنسميها حريره، ما انا كنت هذا السؤال بيجي بعدين بعدين. يلا اوكي بس خلص هلا قلتي لي. ايه لانه في مرحلتين، المرحلة الأولانية الانجريدينتس بمعنى البهارات والعدس والبصل والقزبرة والبقدونس والكرفس والطماطم والحمص. هرجع الحمص في شيء تاني. سو كل لما كله بيستوي مع المي وهيك المرحلة الثانية. لا ايه المرحلة الثانية بناخد الدقيق بنخلطه مع معجون الطماطم وشوية حامض ومي علشان نتقل الحريرة، بنسميها التدويرة. التدويرة جاينا من المغربي تدور، يعني بتلف دور 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 بتصير هيك مثل الحريرة. الحريرة التكسير قوامها بيكون زي الحرير. يعني انت دايقة الكشك بلبنان؟ ايه يعني نفس الشيء اذا لما هيك بندور الكشك نفس الشيء نفس الشيء بيكون هيك. أيوة. نفس التكسير نفس التكسير. وبعد في على حسب العائلات وكل واحد حلو. كيف ما بتقل، في اللي بيحبها تقيلة وفي اللي بيحبها خفيفة، انا بحبها خفيفة. اوكي فبتكون شوي مرقة اكثر شوي علشان كمان ما تتقل على خصوصا بعد يوم طويل. ايه وفيها وتو وفيها وتري، ما هيدي هي بدك تتركي مجال اكيد للراوندز اللي اكيد. حلو سو بنفرم في البقدونس وبعد القزبره. انا بحب احط دائما قزبره اكثر من البقدونس. قزبره وبقدونس مع بعض؟ ايه الاثنين دائما. على فكره احنا القزبره والبقدونس مع بعض بنسميها ربيع. شو بسموها؟ ربيع. ربيع انا لانه رفقه. لا لا الربيع يعني الهرب. ربيع؟ ايه مش رفقة. فكرت لا 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 اوكي زي الربيع. طيب زي الربيع بس زي فصل الربيع. بس انتم بتقصوا بدون سموها ربيع. تروح عند البياع البياع الاعشاب اعطيني ربيع. اعطيني ربيع بيعطيك بكذا. عارف انه ميكس قزبره وبقدونس؟ لا شو بيقولوا للبقدونس بالعراقي؟ ما بتعرفي بقدونس؟ البقدونس انت قلتي لي تروح عند المغرب بتقولي له ربيع بيعطيكي بقدونس وكزبره ماشي. آه بس ما بنقول بقدونس. شو اسمه انتم بالبقدونس بالعراق بالبي بي بي المغرب؟ جاهز معدنوس. لا 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 لحظه لحظه انا كنت بدي اسالك اياها بالعراق اسمه معدنوس. ما انا عارفه انه العراق اللهجه العراقيه بتشبه اللهجه المغربيه. عن جد فرمنا البقدونس وال ايه فاضل القزبر. القزبر حتفرميهم؟ حنخلص فرمه سوينا البصلات. جيب لي الحله ونحط فيها كل شيء. الحله ونحط طنجرة. فيها كل شيء. الطنجره طنجره ممكن تكون طنجره عاديه او طنجره دم. خليكم معنا حنجيب الطنجره ونحط فيها كل شيء. طنجره نحط فيها كل شيء كل شيء. خلاص في راس جاهز. يلا أنا. يلا جيب طنجره الطنجره جيب الطنجره. طيب هلا الطنجره جبنيها نبلش فضي. ايه ايه احلى. نحطه البصل بصله ونزيده مطيشة. بتحطوا المطيشة اللي هو رب البندورة هيدي المطيشة كلها سوا وبلش تنزل الانجريدينس كلهم بطنجرة واحدة. هذا سهل. وهذا العدس. العدس عدس عدس. حلو بالموضوع انه بتحطوا كل شيء بقلب الطنجره مره واحده وبتروحوا بتحطوه على النار. سهل سهل سهل. بتقعدوا بتتسلوا بشيء بكون خلصي. ايه ما بنتسلى بنجهز راوند 2 و 3. اوكي اوكي. الحمص حمص هذا معلب بس المفروض يكون منقوع في مي. ايه طبعا. ايه. تمام للوقت ما قدرنا. ايه. هلا شو الربيع 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 والكرافس معدنوس معدنوس والقزبر. على فكره معدنوس بالعراقي معدنوس بالمغربي شفت. والكرافس والكرافس فيها كل شيء سلطه. ممكن نحط شويه زيت زيتون شوي. هو احنا بالمغرب بنحط سمن. ما هو السمن؟ مش هو مش هو السمن اللي السمنه اللي بيستعملوا بمصر او لا. احنا السمن المغربي بلدي, يعني؟ بلدي. بيكون زبده مالحه ومخزنه. أوكي. بس شبه الجي شوي. وهلا نخش على العطريه 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 هي البهارات.
يعني بتعطر ال العطرية هي البهارات ايه لانه ايه بس بتقول لها جاية من عطار العطرية تاخذ عطرية حلو تمام روحي يلا قول لي هلا هذا زنجبيل عنا شو قالت اسمه زنجبيل سكنجبير 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 روحي سكنجبير يلا سكنجبير اوكي عم حاول افهم من الشيف واستفيد كلمه من هون كلمه من هون لرحلتي على المغرب تكون جامده سكنجبير حطيناه هلا البهار شو بهار حلو لا شو بهارات البزار البزار بالامارات البزار شيء ثاني كل مجموعه البهارات كلها تبع احنا عندنا البزار الابيض والبزار الكحل الكحل يعني اسود الاسود ما كنت عارف انه هالقد بيستعملوا بهارات من المطبخ المغربي شويه لانه ابيض بيكون قوي بيكون حد كثير هذه سهله قرفة والله دارس مغربي يعني قوي انا جاهز هلا للمغرب خلاص ما انت قلت بدك تيجي على المغرب لا بدي اجي على المغرب معقول بطلع على المغرب يا الله كركم خرقوم بس خلص نعيد خرقوم خرقوم بس سهل كركم خرقوم روحوا تمام روحوا لعلكم صراحة والملح ملحة ملحة بس ولا بخلطهم ولا نخلط ونزود مي اجيب لك المي ايه بليز يلا نجيب المي وزي ما قلت ممكن نحط كمان لحمه بس بنحطها بنغطيها بنحطها على النار احنا الحمص عندنا مستوي لانه معلق صح إيه. بس في عندنا الحدث بس يعني قديش ربع إيه 15 دقيقه هيك نزود يلا. مي شوي ونخليها تستوي اوكي شيف يا شيف نعم طبختنا على النار عم تغلي رويح عم تطلع العدس قرب العدس استوي اشتغل حامض عندي سهل ها احسن من البصل ايه احسن من البصل يلا بنحط الدقيق بس بحط شوي شوي مع المي ونخلط كمان ال لا المطيشه ممكن تزود يزود قد ايه بحط بس؟ شوف انا مش عاوزاها كمان تكون حمرة كتير اوكي يلا تعصر لي شوية ليمون او حامض انا اصلا لما بنقدم الحريرة من غير الشباكية بنحط كمان ليمون معاها كمان بس كده وهلا بنحطها فوق ال بنحطها فوق ال طب جيب لي الطنجرة جيب الطنجرة عشان نوري كمان كيف بنحطها ييه على الريحة شو طيبة سخنة ييه على الريحة شو طيبة يا الله بس لا اعطيني مشهد خلي شو بتشم شو بدي شم السبايسز الدني الكرفس الكرافس 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 يلا نزود هلا ومنحرك ايوه رح ازود لها شوية مي لانه حتتقل كمان نرجع بنرد على النار ايه بنرد على النار بس انا عاوزه ازود كمان الشوفان انا قلت الشوفان ده انا تويست تويست لانه عاده بنحط شعيريه والشوفان كمان بس هلا الشوفان حيعملها شوي ثيك وهي اسمها مدوره هلا حندور ندور تدويره وبدلكم تدوروا ايوه ونرجعها على النار وبندورها نحن على النار ايه شوي لانه فيها دقيق فالدقيق حينزل تحت عشان ما يلزقش اوكي 5 دقائق تكون جاهزة يلا يا فراس شو شيف جعتي؟ ايه جيب طنجرة جيب طنجرة نار بس حجيبها تحت الضغط جيب ايوه شامم؟ شو شامم؟ تعطرت فيها انا تعطرت فيها؟ يلا ورجينا يا ويلي بس خد اكتر ليكويد ايه لازم يكون في لما بنسكب نسكب شوية من فعلمين يلا حط شوية من تحت كمان من ال شي يكون في بالانس كله بالانس كله بالانس يا عين يا ممكن نزود كمان حامض من فوق فينا نزود حامض انا بحب بالحامض حلو حاصل لك حامض بسرعه واجيكي كمان العدس نحاول دايما ناخد الحبات بتكون صغيره شوي هذا انا لقيت بس الكبير اوكي عشان لما بيستوي ما ينفش كثير شويه حامض بجوج شو بجوج هاي بجوج يعني اثنين زوج جاية من زوج ضيعتيني انت والله ضيعتيني والله تعذبت يلا وهاد ايه زلافة بجوج زلافة ديال الحريرة روح يا كزبة روح والله
فراس انا كنت ناطره بس يدوق الحريره، وكنت متاكده انه حيغرم فيها، لانه كمان خصوصا انه المكونات سهله وبسيطه وبتدي نكهه عن جد غير شكل. بالصحه والراحه. بالصحه والراحه. يلا بس هدي نار. شو هاد؟ او ماي جاد وارمينج. دقت شي بجنن، طعمه فليفر تكستشر سبايسز، مزيج السبايسز مع الكرافس مع البقدونس مع الدني مع الانجريدينتس الفريش نحطه بطبق واحد، يعني طعمه فعلا طبق اول برمضان يضاهي اي مطبخ. سوبر وارمينج. هيدا ميل ما بقى بتاكل شيء ابدا، بتاكل هيك خلص. لحمه خلص معناها شيء. خلصت الحياه. راوند 1 2 3. بس انا بدي احط لها شويه ملح. ما انا عشان بنحط احنا عشان بنحط الحامض بنحاول دائما نقلل الملح. الملح. يعني هل هو انه لازم يكون ملح قليل؟ ايه. لانه دائما بنعمل حساب الحامض اللي حنزوده بالاخر. اوكي. كميه الفليفر والسبايسز سوريتش. ايه. So rich, the flavor بتجنن. وسهلة. كلها fresh ingredients. عن جد سهلة. It's a huge meal. Yeah. يعني حمص، عدس، بروتين، فايبر، كاربس، كل شيء فيه بقلبها. وكلها واحدة حطها بقلبها. فاهم دلوقتي ليش احنا بس بالراوند 1 بنحط بس الحريرة والشباكية والتمر؟ 100% انا بروح معي للراوند 3، يعني باكل راوند 1 بس بقلط للراوند 3، راوند 2 ما حيكون فيه. اذا حط لها لحم بقلكم هيدا ميل، ميل كثير قوي. شكرا يا شيف على المعلومات، على الكلمات الحلوة. على الطبق، على الشغف، على الحب للأكل وعلى هالكوزين اللي عملتيه. فعلا فعلا دقت شيء لأول مرة بدوقه وانبسطت كتير فيه. يعني شو بدي لك يا شباب؟ تعملها رمضان؟ 100%. بعت لي صورة. هبعت لك صورة. كلمني حنان حريرة. هعملها. هبعت لك صور وكلمك واخد سيلفي مع الحريرة. شاهدينا خلاص. انبسطت كتير بوجودي مع فراس، وشكرا على الاستضافة. وكانت حلقة انا ما كنت متوقعة، كنت جاية وما عارفة. انا عارفة احنا هنعمل حريرة وحننبسط، بس عن جد انبسطت كتير. وان شاء الله زي فراس تكونوا تعلمتوا كمان مصطلحات باللهجة المغربية. وهقول لكم بالمغربي، رمضان مبارك، ان شاء الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة. رمضان كريم. يه ما تنسوا جرس كذا سبسكرايب. شيف حنان من القلب من الخاطر عملت لنا شيء بعقد. رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم، ينعاد عليكي. منشوفك ان شاء الله قريبا. شكرا على مجدك وعلى الطبخه الرائعه. شكرا للاستقبال، وكان شرف كبير. بتقول بالمغربي بالصحه والراحه. الصحه والراحه. خلاص هروح المغرب 100%.